هل تعلم أن معظم المشاكل التي نواجهها في حياتنا تحدث داخل عقولنا؟ كما أنها نتيجة لمفهومنا للماضي والمستقبل وليس لهما وجود إلا في عقلنا الواعي. فالحقيقة التي يبني عليها علم النفس فرضياته أن الفكرة لا تعتبر ضارة إلا إذا قمت بتصديقها، بالرغم من كونها قد تكون غير صحيحة. إذن كيف ندير المعتقدات وكيف نسيطر عليها؟ عليك أولاً أن تقوم بإعادة كتابة معتقداتك، وإذا قمت بهذه الخطوة فأنت تعيد كتابة الإدراك والجينات والسلوك. فالمعتقدات تصنع الإدراك وتؤثر على كافة نواحي الحياة. عليك أن توقن أن كل شيء يحدث له علة وغرض ولحكمة قد نجهلها في الوقت الراهن. لا يوجد شيء اسمه فشل أو مستحيل أو صعب، إنما هناك نتائج فقط وخبرات وتجارب نتعلم منها لكي نصل إلى ما نريد. تحمل المسؤولية في كل الظروف، فأصحاب الإنجازات والتفوق والتميز لديهم إيمان قوي بأنهم يصنعون عالمهم. إذا لم تؤمن أنك تصنع عالمك بنجاحاته وإخفاقاته، فأنت عندئذ لديك إيمان ومعتقد يجعل من الظروف صانعة لعالمك. الوعي بجوهر الأشياء، فالناجحون يعرفون بأنه ليس من الضروري أن يفهموا في كل شيء كي يكونوا قادرين على استخدام كل شيء. أقصر طريق للنجاح واكتشاف محاكاة الذين حققوا نتائج ونجاحات في حياتهم. اجعلهم قدوة لك واستفد مما عملوا عليه وطور نموذجك الخاص. التعاون الإبداعي، فالناجحون يؤمنون بأن الإنجاز يحتاج إلى مساعدة الآخرين، لذلك فهم يؤمنون بالآخرين ويحترمونهم ويقدرونهم. تعاون وتعاطف مع الآخرين لكي تنجح. العمل حب وفرحة، فلا ينجح إنسان وهو يكره عمله. تعلم أن تحب عملك وتفرح له. الانضباط الذاتي وبذل الجهد والعزيمة العالية، فالنجاح يلزمه مثابرة وتصميم وإرادة قوية تتمثل بالالتزام. فلا نجاح بدون التزام وجهد، فالموهبة بدون جهد ومثابرة لن تحقق لك شيء. ولتنجح في اختبار معتقداتك الأساسية، عليك أولاً أن تقوم بتحديد معتقداتك، ثم أن تقوم بتسجيل أفكارك حول المعتقدات السلبية، ثم تبدأ بتحليل الأفكار عبر مراجعة المواقف الإشكالية المدرجة في سجل الأفكار، ثم تعمل على تقييم العمل والأثر السلبي للمعتقدات. في هذا الطريق لا تنسى أن تخلق توقعاتك المأساوية لما قد تؤول إليه الأمور. وفي الخطوة الأخيرة عليك أن تقوم بإعادة صياغة المعتقدات الأساسية. هل فكرت يوماً في تغيير معتقداتك؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.